السلام عليكم ورحمة الله. سورة البقرة مليئة بالأحكام، ومن تلك الأحكام أحكام الطلاق. فدعونا نبدأ الأمر من بدايته. هل تعلم أن هناك طلاق سني وطلاق بدعي؟ فالطلاق يجب أن يكون في طهر لم يجامع زوجته فيه. طلق عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه زوجته وهي حائض، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فهذا هو الطلاق السني. أما الطلاق البدعي فيقع في الحيض أو في طهر قد مسها فيه. فمعرفة المسلم بهذا الحكم يحد من نسبة الطلاق بنسبة كبيرة جدا، لأنه لن يستطيع أن يطلق امرأته على الفور، بل سوف يتروى قليلا ويراجع نفسه قبل أن يرمي يمين الطلاق. وماذا إن طلق الرجل زوجته؟ هل ينتهي كل شيء؟ لا، هناك العدة للمرأة المطلقة. فإذا طلق الرجل زوجته طلقة أو طلقتين، فهناك فترة للعدة تختلف من مطلقة إلى أخرى. دعونا نتطرق الآن إلى المطلقات المدخول بهن ذوات الحيض غير الحوامل. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات المدخول بهن ذوات الحيض غير الحوامل يجب أن ينتظرن بعد الطلاق دون نكاح مدة 3 قروء. فما هي القروء؟ القروء جمع قرء أو قرء، ويقصد به الحيض أو الطهر. فيرى الأحناف والحنابلة ومن قبلهم عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم وأرضاهم أن القروء هن الحيضات، فيكون المعنى أن المطلقات عليهن أن يمكثن بعد طلاقهن من أزواجهن 3 حيضات دون زواج، ثم بعد ذلك يتزوجن إن شئن. أما المالكية والشافعية ومن قبلهم أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وعبد الله بن عمر يرون أن القروء هن الأطهار، والأطهار جمع طهر، وهو الوقت بين حيضتين. وبذلك يكون المعنى أن المطلقات بعد طلاقهن من أزواجهن عليهن أن يمكثن 3 أطهار بدون زواج، ثم يتزوجن إن شئن. والمقصود من هذا التربص هو التأكد من براءة الرحم من الزوج السابق، وهو خلاف مشهور بين العلماء، ولكل أدلة يستند إليها، والحكم في ذلك هي الدولة التي أنت فيها. فإن كنت في مصر أو السودان فإنها تستند إلى المذهب الحنفي، وإن كنت في السعودية أو في قطر فإنها تستند إلى المذهب الحنبلي، أما إن كنت في تونس أو في المغرب فإنها تستند إلى المذهب المالكي. ولا شك أن هناك فرق في المدة الزمنية بين الرأيين، فمن قال 3 أطهار يحتسب الطهر الذي طلقت فيه كطهر أول، ثم بعد ذلك تحيض الحيض الأولى، ثم تطهر الطهر الثاني، ثم تحيض الحيض الثانية، ثم تطهر الطهر الثالث. فإن رأت الدم في نهاية الطهر الثالث تكون عدتها قد انقضت. وأما من قال 3 حيضات فهي قد طلقت في الطهر، ثم تأتي الحيضة الأولى، ثم الطهر، ثم الحيضة الثانية، ثم الطهر، ثم الحيضة الثالثة. فإذا طهرت من الحيضة الثالثة تكون العدة قد انقضت، وهذا أطول من الرأي الأول. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. هذا أمر بصيغة الخبر، فهو أمر محسوم لا مراجعة فيه. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ولا يحل لهن أن يخفين ما خلق الله في أرحامهن
من الحمل أو الحيض، إن كن مؤمنات حقا بالله واليوم الآخر. فالمرأة المطلقة يقبل منها خبرها عن نفسها فيما يتعلق بالحيض والحمل والعدة، فإن هذه أمانة يترتب عليها أحكام للمطلقة والزوج والولد، ومن يتجرأ على تلك الأمانة بالكذب فسوف يحاسب حسابا شديدا ويعذب عذابا أليما. فإن تبين لها أن هناك حمل لابد أن تخبر بحملها، لأن عدتها سوف تتغير إلى عدة ذوات الحمل. وَعُلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وبذلك تطول عدتهن إلى أن يضعن حملهن، والذي قد يصل إلى 10 أشهر. وهناك من المطلقات من يكتمن حملهن حتى لا تجلس في العدة مدة حملها، وهذا محرم وينتج عنه مفاسد عظيمة، فيحرم الولد من أبيه وينسب إلى غير أبيه، ويترتب على ذلك ضياع الحقوق من الميراث وصلة الرحم وغيرها. وقد تطيل المطلقة في فترة العدة طمعا في النفقة وهي غير واجبة على الزوج، وقد يعيدها بعد فترة العدة فيكون سفاحا لأنها امرأة أجنبية. وقد تدعي المطلقة أنها حاضت وطهرت 3 قروء فتفوت الفرصة على زوجها أن يراجعها. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وأزواجهن أحق بمراجعتهن في فترة العدة بقصد الإصلاح والخير، وليس بقصد الإضرار والإذلال بهن. فالله عز وجل يحث الأزواج على الاجتماع والألفة لا على الفراق والكراهية. والبعل هو الزوج والسيد والمالك، وسمي بعلا لعلوه على زوجته. وأجمع العلماء أن الزوج المطلق له الحق في رد زوجته المطلقة طالما كانت في فترة العدة في الطلقة الأولى والطلقة الثانية، ويكون ذلك بوطئها أو قوله راجعتك. فإذا انقضت العدة فهي أحق بنفسها وتصير أجنبية، ولا تحل له إلا بخطبة ونكاح ومهر وولي وشهود. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وللنساء حقوق على الأزواج مثل التي عليهن بالمعروف. والمعروف هو ما عرفته الطباع السليمة ولم تنكره الشريعة. ومن المعروف أيضا التسامح والمودة والرحمة وغض الطرف أحيانا والتنازل عن بعض الحقوق لتسير الحياة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. ومن حق زوجتك أن تتزين لها كما تتزين لك. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه: إني لا أحب أن أتزين لامرأتي كما تتزين لي، لأن الله تعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وللرجال عليهن درجة. وللرجال على النساء درجة ومنزلة زائدة بالقوامة في البيت ودرجة النبوة والقضاء والإمامة. وللرجال على النساء درجة بالنفقة والحماية والقيام بشؤونهن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليها كله. وللرجال عليهن درجة بالشهادة والعقل والجهاد. والله عزيز حكيم. والله عزيز له العز القاهرة، حكيم يضع كل شيء في موضعه المناسب. والعزة مع غير الله قد يصاحبها طيش وتهور،
أما عزة الله فلا يصاحبها إلا حكمته. جزاكم الله خيرا. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال والله عزيز حكيم. السلام عليكم ورحمة الله. لم يكن للمرأة في الجاهلية قيمة ولا مكانة، فكان الرجل في الجاهلية يستطيع أن يطلق امرأته ويراجعها 100 مرة ويجعلها كالمعلقة، لا هي زوجة ولا مطلقة. واستمر الحال في أول الإسلام، وقال رجل لزوجته في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم: لا أويك ولا أدعك تحلين. فشكت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حالها، فأنزل الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلاق الذي تحصل به الرجعة مرتان، واحدة بعد الأخرى، وذلك بشرط أن تكون المرأة مدخولا بها وأن تكون الرجعة قبل انقضاء عدتها. وعلمنا أن عدة المدخول بهن ذوات الحيض غير الحوامل 3 قروء، أما عدة ذوات الحمل أن يضعن حملهن وإن كان بعد الطلاق بساعة واحدة، وعدة من لا يحضن لوصولهن لسن اليأس أو لعدم وصولهن لسن الحيض 3 أشهر. أما الوحيدة التي لا عد لها بعد الطلاق فهي غير المدخول بها، فالطلاق مباح غير محظور لدفع أشد الضررين. ومن طلق مرتين فليتق الله في الطلقة الثالثة، لأنه لا رجعة بعدها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. فحكم الله بعد الطلقة الثانية إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ومن الإمساك بالمعروف حسن العشرة وحسن المعاملة وحسن الإنفاق على الزوجة، ومن المعروف حسن الصحبة وأداء الحقوق الزوجية على أتم وجه، أو تسريح وتخلية سبيل بإحسان، فيحسن معاملتها بعد الطلاق ويؤدي إليها حقوقها كاملة ولا يسيء إليها بعد تطليقها، وألا يذكرها بسوء، وأن يحفظها، وألا يفضحها بما عنده من صور وخلافه. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. ولا يحل لكم أيها الأزواج أن تأخذوا شيئا مما أعطيتموهن من المهر ونحوه إلا في حالة واحدة، أن يخاف الزوجان ألا يقوم بالحقوق الزوجية على أتم وجه. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإن خافت المرأة ألا تقيم حدود الله في زوجها فلها أن ترفع أمرها لأولي الأمر.
وأول من قامت بخلع زوجها هي امرأة ثابت ابن قيس الأنصاري، فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ثابت ابن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فيجوز للمرأة في هذه الحالة أن تدفع لزوجها لتطليقها، وهذا من تمام رحمة الله عز وجل بالزوج والزوجة، فكما أعطى الحق للزوج بالتطليق، أعطى الحق أيضا للزوجة بالخلع. ولا يستطيع الزوج بعد الخلع أن يراجع زوجته، ولكنه يستطيع فقط بإذنها وبعقد جديد ومهر جديد وموافقة الولي والشهود. تلك حدود الله فلا تعتدوها. تلك الأحكام هي حدود الله الفاصلة بين الحلال والحرام، فلا تعتدوها ولا تتجاوزوها. ولماذا قال الله عز وجل في تلك الآية الكريمة: تلك حدود الله فلا تعتدوها؟ وفي آية سابقة قال: تلك حدود الله فلا تقربوها. وذلك لأن حدود الطلاق والخلع لا يمكن تفادي الاقتراب منها، بينما حدود الاعتكاف في المساجد ومباشرة النساء يجب عدم الاقتراب منها على الإطلاق. وهذا من حسن البيان وبلاغة القرآن. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ومن يتجاوز حدود الله تعالى فأولئك هم الظالمون أنفسهم بتعريضها لعذاب الله. فظلم الزوج لزوجته وظلم الزوجات لزوجها هو من ظلم العبد للعبد، لا يترك الله منه شيئا أبدا. نسأل الله العظيم أن يفقهنا في أحكام الدين وألا يحشرنا مع الظالمين. جزاكم الله خيرا. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. فماذا يحل بزوجها إن طلقها 3 طلقات؟ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلق الرجل زوجته 3 طلقات فلا تحل له حتى تتزوج من غيره زواجا صحيحا وعن رغبة. وهل هناك زواج صحيح وزواج فاسد؟ نعم، هناك زواج فاسد إن كان بنية التحايل وتحليل المرأة لزوجها الأول دون وجه حق. فهناك مع الأسف الشديد نوع من الرجال يقبل أن يأتي بتيس مستعار لزوجته مقابل المال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل،
لعن الله المحلل والمحلل له، وكل من يتحايل على شرع الله ليصل إلى مبتغاه فهو ملعون من الله ورسوله والمؤمنين. قال المفسرون: الحكمة من تحريم الزوجة المطلقة ثلاثا من زوجها أن يرتدع الزوج ويتألم فيمسك لسانه، ولا بد أن يكون الزواج الآخر زواجا صحيحا كامل الأركان والشروط عن رغبة في الاستمرار وليس بنية التحايل على شرع الله. روت لنا أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن زوجة طلقت من زوجها الأول 3 طلقات ثم تزوجت من رجل آخر لا رغبة له في النساء، فهل لها أن تطلق منه وتعود مرة أخرى إلى زوجها الأول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، وهذا كناية على النكاح والوطء. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. فإن طلقها الزوج الآخر أو مات عنها وانقضت العدة فلا إثم على الزوجة والزوج الأول أن يتزوج زواجا جديدا بعقد جديد ومهر جديد، وذاك إن غلب على ظنهما أن يقيما حدود الله وأحكام شرعه، وأن يقوم كل منهما بحق صاحبه من حسن العشرة والمودة والرحمة. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وتلك أحكام الله يبينها لقوم يعلمون أحكامه وحدوده فينتفعون ويتدبرون ثم يعملون. وعلم بلا عمل لا طائل ولا فائدة منه. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. السلام عليكم ورحمة الله. كان رجل من الأنصار يدعى ثابت ابن يسار طلق امرأته، فلما أوشكت عدتها وكادت أن تنقضي راجعها ثم طلقها، فعل ذلك مرارا، فأنزل الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. وإذا طلقتم النساء طلاقا رجعيا بالطلقة الأولى أو الطلقة الثانية فكادت وأوشكت وقربت عدتهن على الانتهاء، فأعيدوا النظر بتروي في طلاقكم، هل هو في مصلحتكم أم ضدها؟ وهل من مصلحة الأبناء أن يفترق الآباء؟ فإن رأيتم أن الأصلح في بقائهن فأرجعوهن وأمسكوهن بالمعروف، وأدوا إليهن حقوقهن كاملة، وأحسنوا إليهن بالمودة والرحمة وحسن العشرة. وإن رأيتم ألا رغب لكم في البقاء معهن فاتركوهن حتى تنقضي عدتهن ثم سرحوهن بالمعروف. ومن المعروف آداء الحقوق إليهن كاملة دون نقصان، ومن المعروف ألا تذكروهن بسوء بعد الانفصال، وهذا هو شأن الأتقياء. سئل أحد الصالحين: لما طلقت امرأتك؟ فقال: إن العاقل لا يذكر ما بينه وبين أهله، ومن المعروف أن تمتعهن بالمال والكساء كل على قدر استطاعته. ولا
تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. احذر أن تكون المراجعة بقصد الإضرار بهن والاعتداء عليهن، وهذا خطاب خاص لنوع من الأزواج يظهر الخير بلسانه ويبطن الشر في قلبه، فيقول بلسانه: لا أريد الطلاق، ولكني أريد الحفاظ على البيت والأسرة والأبناء، ولكنه أضمر الانتقام وإذلال الزوجة، فيبدو وقد أمسكها بالمعروف، ولكن الحقيقة أنه قد جعلها كالمعلقة، لا هي متزوجة ولا مطلقة. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه قبل أن يظلم غيره ظلما مؤكدا، فأكسب نفسه إثما وعرض نفسه لعذاب الله وغضب الله وسخط الناس، وظلم نفسه بحرمانها من الأجر والثواب، وظلم نفسه لما خالف أمر الله وشرع الله وحكم الله. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ولا تتخذوا آيات الله التي أنزلها بالحق والصدق والجد هزوا، ولا تتخذوا أحكامه لعبا ولهوا. قال رجل لعبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه: إني طلقت امرأتي 100 مرة، فماذا ترى علي؟ فقال عبد الله بن عباس: طلقت منك 3، و97 اتخذت بها آيات الله هزوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 جدهن جد، وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. فحكم الطلاق يقع بالكلمة المنطوقة وليس بنية الفاعل إن قصد غيرها. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. واذكروا نعمة الله عليكم بالإسلام والإيمان وتفصيل الأحكام، واذكروا نعمة الله عليكم ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هاديا ومبشرا ونذيرا، واذكروا نعم الله الدينية والدنيوية التي لا تحصى ولا تعد. ولا يكون ذكر النعمة مجرد ذكر باللسان ثناء وحمدا، ولكن هناك أيضا ذكر القلوب وذكر الجوارح والأركان، فنقر بالقلوب ونعترف أن هناك منعم أنعم علينا بنعم لا تحصى ولا تعد هو الله عز وجل، ونصرف الجوارح والأركان فيما يحبه الله ويرضاه. ولماذا ننسى أو نتناسى أن الزواج والزوجة والبيت والاستقرار والأبناء من نعم الله علينا التي تستحق الذكر والشكر؟ ثم جاء تخصيص بعض النعم بعد العموم لأهميتها ومكانتها. وما أنزل عليكم من القرآن والسنة يعظكم به. فبالقرآن والسنة عرفنا الله، وعرفنا الإسلام، وعرفنا طريق الخير والنجاة، وعرفنا طرق الشر، وشتان بين حالنا وحال الصحابة في تلقي القرآن. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. واتقوا الله وخافوا الله وراقبوه في جميع أموركم الدينية والدنيوية، واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، واعلموا أن الله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماوات، وسيحاسبنا جميعا كلا بما قدمت يداه. جزاكم الله خيرا. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا،
ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان لمعقل ابن يسار أخت زوجها لابن عم، ظلت عنده فترة ثم طلقها تطليقة ولم يراجعها في فترة العدة وانقضت عدتها، ثم عاد يخطبها مرة أخرى فقال له معقل: أكرمتك وزوجتك وآثرتك فطلقتها ثم جئت لتخطبها، والله لا ترجع إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع له، فعلم الله حاجته وحاجتها فأنزل قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وإذا طلقتم نساءكم دون الثلاث طلقة أو طلقتين وانتهت عدتهن من غير مراجعة لهن وخلت الموانع من عودتهن مرة أخرى لأزواجهن بعقد جديد ومهر جديد، فلا تضيقوا أيها الأولياء عليهن بمنعهن من العودة مرة أخرى إلى أزواجهن إذا أردن العودة وحدث التراضي شرعا وعرفا، فالله عز وجل أرحم بتلك المرأة المسكينة منكم أيها الأولياء وأعلم بالمصالح والمفاسد. فإن أعضلها الولي ومنعها من العودة إلى زوجها مرة أخرى دون سبب شرعي، فللمرأة في تلك الحالة أن ترفع أمرها إلى القاضي، فإن ثبت للقاضي صحة ما تقول المرأة تنتقل الولاية إلى القاضي ويزوجها حينئذ، ولا بد أن يكون ذلك بالتراضي دون إجبار للزوجة المطلقة وبالمعروف. ومن المعروف حسن العشرة والمودة والرحمة وتأدية الحقوق على أكمل وجه. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلك يوعظ به من كان منكم صادق الإيمان بالله واليوم الآخر، لأنهم أحرى بالانتفاع والقبول وسرعة الاستجابة. فلما سمع معقل ذلك سارع وقال: سمع لربي وطاعة، الآن أفعل يا رسول الله. فكفر عن يمينه ثم دعاه وقال: أزوجك وأكرمك. ولكن مع الأسف الواقع مرير، وكثير من الأولياء يصرف الخطاب عنهن طمعا في راتب أو خدمتهن، وهذا ظلم عظيم وجور لهن. ذلكم أزكى لكم وأطهر. ذلكم أكثر نماء وأعظم نفعا وثوابا لكم وأطهر لأعراضكم من ارتكاب ما نهى الله عنه، وأطهر لقلوبكم وأطهر لشرفكم وأطهر لكم من كل النواحي. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم ما فيه صلاحكم ونفعكم وأنتم لا تعلمون. كان لرجل يعيش في قرية حصان يحبه كثيرا، فهرب الحصان ولم يرجع، فجاء أهل القرية يعزونه ويواسونه في ذاك الحصان، فقال لهم: الله أعلم بالخير وأعلم بالشر. وبعد عدة أيام عاد الحصان من الغابة يقود قطيع من الأحصنة البرية، فجاء أهل القرية يهنئونه، فقال لهم: أنتم لا تعلمون أين الخير
وأين الشر؟ وكان للرجل ابن وحيد خرج ذات مرة ليراود حصانا فسقط وكسرت قدماه، فجاء أهل القرية يواسونه فقال لهم: أنتم لا تعلمون أين الخير وأين الشر. ثم هجم الأعداء على البلاد، فأمر الحاكم بجمع الشباب لقتال الأعداء، فأخذوا الجميع وتركوا ابن الرجل، فجاء أهل القرية يهنئونه فقال لهم: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلله عز وجل العلم المطلق والحكمة البالغة في كل أمر وفي كل نهي. جزاكم الله خيرا. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم